عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. إياكم أداة تحذير بمعنى احذروا، والغلو هذه كلمة منصوبة على التحذير، لكن الواو هنا هل هي معطوفة على الفعل السابق؟ لأن كلمة إياكم معناها احذروا، فإن كانت معطوفة على ما سبق من الفعل الذي تضمنته أداة إياكم فيكون المعنى احذروا واحذروا الغلو. وقال بعض النحويين أن هناك فعلا مقدرا فيكون المعنى احذروا واجتنبوا الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء إما مدحا وإما قدحا. إياكم والغلو الذي بعدها، فإنما الفاء هنا فاء استئنافية لأن الكلام استؤنف، فإنما إنما أداة حصر تفيد ماذا؟ تفيد إثبات الحكم للشيء وتنفيه عما سواه دفعة واحدة. فإنما أهلك، الهلاك هنا ما نوعه؟ هلاك حسي أم هلاك معنوي؟ فإنما أهلك، الهلاك هنا يحتمل الأمرين، يحتمل الهلاك الحسي فمن غلا فهو عرضة لإهلاك الله عز وجل له بعقوبة من عنده، ويحتمل أن يكون للهلاك المعنوي، فإن الغلو يهلك دين الإنسان، وإذا أهلك دين الإنسان ترتب عليه الهلاك الحسي. فإنما أهلك من كان قبلكم، من كان قبلكم أي من الأمم السالفة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد سبقت هاتان الطائفتان الأمة المحمدية، وبهذا الغلو هلك أولئك. ففيه تحذير لهذه الأمة من أن تتبع سنن من كان قبلها. ومن السنن التي كانت فيما سبق الغلو، فالغلو في المدح والغلو في القدح كان عند الأمم السابقة، فإن النصارى غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام مدحا، واليهود غلت في عيسى عليه السلام ذما. ثم قال: أهلك من كان قبلكم الغلو. هنا فيه زيادة حديث، زيادة ألفاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه ومن مزاياه على الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم، فلماذا لم يقل إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم؟ فهنا أوتي بالإظهار في مقام الإضمار، والأمثلة كثيرة، وهذا ما يسمى بالإطناب عند أهل البلاغة، وهو أن يؤتى بكلمة زائدة في السياق لإفادة معنى آخر. ومن أوجه الإطناب عند البلاغيين التكرار لإفادة التأكيد، هنا فيه تكرار من باب ماذا؟ من باب تأكيد الكلام على خطورة الغلو، فيكون الحديث في صدره وفي عجزه ذم للغلو وتحذير من الغلو. فإن في صدره قال: إياكم، هذا تحذير من الغلو. وفي نهاية الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والناظر في هذا الحديث يجد الأسلوب الرائع منه عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله عز وجل، فإنه لما ذكر الحكم والتحذير بيّن العاقبة حتى يقتنع المخاطب قناعة كاملة، فلم يقل إياكم والغلو، وإنما بيّن نتائج الغلو. ما نتائجه؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كل هذا من أجل تأكيد وتثبيت هذا الحكم في قلوب المخاطبين.